خبر عاجل مؤسف. منذ قليل أعلنت وسائل إعلام عراقية بشكل مفاجئ ليلة الخميس وفاة الشاعر الشعبي العراقي الشاب علي الفريداوي، ونقلت شبكة ناس نيوز عن مصادر إخبارية قولها أن الفريداوي توفي إثر إصابته بجلطة دماغية. والفريداوي من مواليد مدينة الصدر في بغداد عام 1982، وكتب كلمات عدد من الأغنيات العراقية، وتعاون معه عدد من المطربين، كما عمل في مجال الإعلام. ويتابع الفريداوي على حسابه في إنستغرام أكثر من 1 مليون شخص. عبر كثير منهم عن صدمته بوفاته. وفاته أبكت القلوب الملايين اليوم في حالة حزن على الشاعر الشاب علي الفريداوي الذي يبلغ من العمر 38 عاما. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.